حدثت في أثناء خيبر، وبعض الأحداث من هذه الأحداث أن امرأة بعد الصلح زينب أهدت النبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة وسألت، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام أي قطعة من اللحم يحبها أكثر، فقالوا لها الذراع، فوضعت السم يعني أكثر في الذراع، يبقى وضعت السم في كل الشاة المشوية دي، وضعت وخصت الذراع بالسم الناقع، وأهديت للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قبل الهدية. وفي هذا فائدة، أنه قبول هدية الكتابي وقبول هدية الكافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية صلى الله عليه وسلم. لما قربت إليه والنبي عليه الصلاة والسلام ما إن مسها نحسة كده بسيطة، فوضعها وقال إن هذه الزراع تحدثني أنها مسمومة، بقى الله سبحانه وتعالى أنتقى الزراع، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة. صحابي أكل منها وبش رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما استدعى زينب واليهود، وكان فعل زينب بعلم اليهود ده بعد الصلح، خد بالك، لما فعلت ذلك؟ قالت قلت إن كنت كاذبا تخلصنا منك، وإن كنت نبيا ستخبر. يبقى المفترض إن اليهود اللي عملوا ده، والله حاجة تضحك يعني، اليهود اللي عملوا ده وشافه يضعون السم في الشاة ويتفقون على هذا، إن كنت كاذبا فارتحنا منك، وإن كنت نبيا ستخبر وأخبر، يبقى المفترض إيه؟ أنهم يؤمنون، إنه المفترض كده، لكن لا، يعني إيه؟ ولو رأوا كل آية، سبحان الله. فقالت هذا، فقالوا نقتلها، قال لا. لكن ورد في عند الحاكم وغيره في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات بش رضي الله عنه من جراء أكله، لأنه أكل من السم ومات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قتلها قصاصا بقتل بش رضي الله عنه. أيضا